مستمعينا الكرام، تنرحب بكم مرة أخرى على أمواج إذاعة المغرب العربي. موسيقى القناوية إنها ليست مجرد موسيقى عادية، بل هي موسيقى ذات إيقاعات قوية محملة بثقل الأساطير والمعتقدات المغلى في القدم، ومشحونة بالإرث الحضاري الإفريقي والبربري والعربي. اليوم غادي تعرفوا بأن شنو هي الموسيقى القناوية. أنا تنظن إنها صرخة حرية وغناء ديال المستضعفين والمعذبين في هاد الأرض. ضيفي اليوم تيتميز بقدرة فنية رائعة وصوت جذاب، جعلته أنه يكون سفير هاد اللون الموسيقي في العالم. ضيفي من ألمع نجوم قناوة في المغرب، بالإضافة إلى أنه أدخل إضافات جديدة بفضل موهبته اللي حققت ليه واحد شهرة داخل وخارج المغرب. ضيفي هو المعلم حميد القصري. المعلم تبارك الله عليك، المعلم حميد القصري مباشرة على أمواج إذاعة المغرب العربي، وتنصفقوا عليك والطاقم اللي تتواجد من هناك. شرفنا كبير أنك جيتي لعندنا هنا الموزايك، واليوم غادي نحاولوا نتكلموا على هذه الموسيقى الجميلة اللي بزاف الناس عندهم اعتقادات في شكل على هذه الموسيقى القناوية. وإحنا اليوم خلال هذه الساعتين غادي نحاولوا نعرفوا بالمقامات وشنو الأغاني اللي كاينين في هذه الموسيقى
الموسيقى المعلم حميد القصري. مرة أخرى مرحبا بك على ميدي أن. بارك الله فيك خويا. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو تنقولوا ملي تيسالي المعلم؟ شنو تنقولوا؟ الصحة ولا شي تنقولوا؟ تبارك، حنا تنقولوا تبارك الله عليك. انتما كنقولوا صحة كويو. صحة كويو. وصحة كويو هو الألبوم ديالك الأول اللي خرج في 94. في 94 كنا شجنا صحة كويو الأولى، كنا كنخدمين في الاستديو وكنا كنقلبوا على العلوان تاع السيدي شنو غادي السميه اللي غنعطيوه. نعم. عصام كان دار واحد السولو عجبني وما شعرتش كيف، قلت له بطريقه قنويه، قلت له صحه كويو. قال لي شنو هي صحه كويو؟ قلت له ما عندي ما نساك تبارك الله عليك، شي حاجه درتيها اللي دخلت معايا شويه في الساكن كيف نقولوا حنا. نعم. قال لي واذا هاد صحه كويو نديروها هي العلوان الكاسيت. اذا كانت اول انطلاقه الرسميه ديال المعلم حميد القصري. حنا بعجاله غنرجعوا بك شويه للوراء، الناس اللي ما تعرفوش كاين تبارك الله راه الناس عارفينك حميد القصري. غادي نتعرفوا كيفاش تبديتي تقناويت، كيفاش تتعلمتي لهذا الميدان واخا الوالدين ديالك كانوا ما خلاوكش تقناويت. كنت انا ولد عام 1961. انا ما بغيتش نقول العام، ما كاين مشكل. مربي في وسط حي اللي هو مدينه القصر الكبير في دار غيلان، زاويه قناوه كاينه تما. اذا تحيه للمستمعين ديالنا في القصر الكبير، تبارك الله عليكم. كنسلم عليكم ولد مولى علي بوغالب. ولد 7 سنين باش عرفت راسي راني في وسط زاويه قناوه، وجده كانت مرات المعلم علوه الله يرحمه مسكين. نعم. كان معلم وكانوا غير العبيد في ديك الوقت. هذاك كان زاويه قناوه فيها زنقه درب فيه تقريبا واحد 8 ولا 10 ديال الديور، والزاويه جات في الراس ديال الحومه. نعم. هذاك الزنقه كلها كتسمى درب قناوه، كنا كانوا ساكنين فيها غير العبيد. وكاين تدرب قناوه في الدار البيضاء في كيف كان تقريبا اي بلاصه هاد، ولكن هاد البلاصه هذه بالضبط هاد العبيد اللي جاو من السنغال، اللي جاو من ولادهم. نعم. هاد الناس هادو حليت عيني انا في زاويه قناوه، كانوا المعلمين الله رحمهم الله قدام، كان المعلم علوان كان يعزف على آلة الكمان على العود وعلى المسائل تاع الليله تاع قناوه سبحان الله العظيم. وكان الوالي شويه عندي قاصح شويه، ما يقول لك كلتي العصا عند الوالي ديالك، تبع القرايه ديالك وتبع هذيك. كنقول له انا مي اش نقول لك، ديك الساعات العقل ديال الصوره، انا تابع قناوه وصافي، وقع لي عرقاله مع مالي الدار بسبب تقناويت ولكن جداتك الله يرحمها هي اللي دافعت عليك وجراتك تربيت معاها واحد الفتره. نعم. تعرفت وما بغاونيش كاع ندخل تقناويت. نعم. ورحلت لمدينه الرباط وتعلمت تما بزاف ديال الطقوس، عاد رجعت كما يقولوا رجعت نطخت ناخذ. نعم. لاباز. نعم. كيف نحس بها انا. مشيت لمدينة طنجة زيلال كاع الشمال، الحمد لله خدمت مع المعلمين الكبار اللي كانوا في واحد الوقت. وكان واحد المعلم اللي بقاك بقى 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 في الذهن ديالك هو المعلم الله يرحمه، المعلم عبد القادر الزفزاف، اللي لعب دور كبير في حياتك انت. عبد القادر الزفزاف هذاك السيد هذاك الان حياتي كلها دوزتها في تقناويت، بحال ديك السيد ما كاينش منه جوج رحمه الله. وكان انسان تربينا حداه ودوزنا فترات حداه وحضرنا على ليالي ديال التقناويت في مدينه طنجه في دار العربيدي ديال الله يرحمه. كانوا المعلم محمد بابتي، كان المعلم احمد، كان المعلم حرشه، كان المقدم بوجلول الله يرحمه مسكين. هاد الناس هادو كلهم حضرت عليهم وشتهم في الليالي نتاعهم. وكانت بوعب بقدر بقى الحمد لله عايش حتى شديت حتى معلمي ديال تقناويت، وتقريبا واحد 7 سنين هو يجي ديما عندي، يطلع معايا اللي فيستيفال الصويره، يجي عندي في شعبان الليالي. وبقيت ديك السيد بقى واحد الحب ديالو في القلب ديالي اللي كنحس بشي حاجه كت كيف نقولوا ساكن روح. نعم. نعم. بقى ديك الريحه من ديك الناس اللي هما كنت كنشوفهم في ديك الوقت. نعم. وكاك باش كان عندي ديك السيد عزيز وفي المود ديالو، كان في السبيطار هنا في طنجه وطلع حضر معايا الليله ديالي في الرباط. نعم. وجا ومسكين بقى في الطوموبيله، وصل من الليله ديالي وصل قال لي جيت نتسامح معاك وتسامح معايا وتسامح مع الدار ومع ربعتي، وهبط مسكين في ديك النار مات. نعم. وجيت طنجه لهنايا الله دار الجميل الله يخليهم بركتهم ومساكن هذوك الناس قدامين في تقناويت. وقمنا بواحد الجنازه ديالو ورجعت في حالتي وانا بلا نعس من الليله جيت. لا اله الا الله. اذا انت يا كبرتي على العصا
لان الوالد ديالك ما بغاكش ولكن تعلمتي قلتي انا حتى شي حاجه ما كتعلمها بلاصه ولكن انت العصا ما درتهاش لولادك تبارك الله عندك عبد العالي ومريم وتوام حسنه والحسين وعندك مريم عندها صوت غزال وتا هي شفناها معاك تربت في وسط التقناوي كيف تحس بها تصنت عليه بزاف وتصنت وحضرت الليالي في الدار والبنت طلعت الموهبه ديال الله في كيف تقن الغناء تاع التقناوي علاش ما تنشوفوش في التقناوي النساء كاينين على الرجاله حيت حنا غنرجعوا للوراء ديال التقناوي النيجات هادشي كانوا لان كانوا العبيد رجاله وكانوا العبيد نساء كانوا العبيد نساء كيتسموا هذوك عبيد الرحبه عبيد الرحبه كيكونوا جدابات يعني ماشي اللي يخدموا الماعون القراقب اللي يخدموا نعم. كيكونوا مقدمه والخليفه نتاعها والعراضه اذا كنا نعرفوا بالمقدمه شنو هي المقدمه شنو تتكلف هذه المقدمه المقدمه كتكلف بالليله بالقوام ديال كاع جميع الحاجات اللي كتعلق بالليله يعني البخور البخور من الماء من اللي كتدخل الليله كاع القوام المقدمه نعم. كتعرفوا نعم. هي اللي كترشد اللي غيدير الليله وكان قبل كانوا المقدمات اللي يديروا الليله نعم ياك العام العام كدير مقدمه الليله ديالها وعندها المعلم اللي كيخدم ليها نعم هادشي كان من قبل اليوم ولاو الناس تقناويت الحمد لله عطات واحد الصبغه في العالم كامل ولاو الناس يتشهاو قناوه يجيو يديروا ليله تاع تقناويت باش يتمتعوا في ديك في ديك في ديك في ديك الروح ديال تقناويت وحنا غنحاولوا نتمتعوا معك في هذه الساعتين المباشره مع حميد القصري وبغيت نذكر المستمعين بانكم تفاعلوا معنا من خلال صفحه الفيسبوك لبرنامج موزايك وطرحوا الاسئله اللي بغيتوا لضيفي اليوم المعلم حميد القصري سؤالي هاد الموسيقى القناويه او تقناويت منين جات وعلاش تسمات تقناويت؟ تقناويت هنا نقول لك انا جلست مع الناس كما قلت لك الناس قدام كبار نعم. وكنت فيا هذه القضيه اللي نقدر نفهم نبغي نفهم اي حاجه باقي الان الحياه ديالي غدا ما عمري باقي ما فهمت والو نعم. ولكن مازال بنادم ديما يقول غادي خصني نتعلم واحد نعم. وهذا من التعلم ديال كنت نجلس مع شي معلم كبير كان طرح عليه واحد شي حاجه عندي في عقلي كيفاش التقناويت وكيفاش هادي وعلى ما سمعت انا مع الناس قدام وديك الشيء قال لك التقناويت جات من افريقيا نعم من افريقيا افريقيا نعم افريقيا دخلت المغرب نعم في عهد السلطان مولاي اسماعيل في عهد منصور الذهبي كانوا جاوا كان كيجيب الجيوش من القبائل الافريقيه نعم ملي فضات هاد المسائل هادي بقاو العبيد هنا في مكناس نعم مكناس كاين اللي دخل نصويره في الباخره لان كان الميناء البحري اللي كان في القرن 17 اللي كان واحد المركز تجاري مهم على الساحل المحيط الاطلسي تقناويت نعم. باش نستوعب ان تقناويت كان جبار تقناويت ديال مكناس مع ديال فاس مع ديال الشمال تقريبا بحال تقناويت من القنيطره الى مراكش عنده واحد النمط خاص نعم. وزادوا المعلمين بحال المعلم الصام الله يرحمه مسكين عطى واحد عطى التقناويت واحد القيمه في واحد العهد اللي ما تصوراش نعم. المعلم حميد الله يرحمه مسكين عاوتاني زادها عاوتاني تحسينات كثر وكثر نعم. والحمد لله الشباب عاوتاني اللي طلعوا عاوتاني حسوا انا اخر واحد ولكن الحمد لله حاولت كيفاش نبحث على التقناويت كيفاش اشنا هي التقناويت نعم كيفاش غاد التقناويت كي دايره نعم هي لقيتها تقناويت لقيتها موسيقى فيها واحد الروح اللي ما كاينش في آلات اخرين نعم كاين بحال مثلا الجيتار ولا هادي ما تلقاش فيها الروح ديال القمبري نعم. القمبري مصنوع جلده ديال الجمل نعم كيدبحوها نقا في مولاي ابراهيم الوتار نتاعو ديال العتروس كيدبحوه في الليالي نعم الجبح ديالو ديال الشجره كتلقاها مخروطه ومصوبها السرساره كنا كنديروا السرساره شنو هو السرساره السرساره واحد الخرشاشه كنا كنديروها في هي اللي تتكون في الراس في الراس ديال نعم. هذا كيتسمى كان المعلم علوه الله يرحمه مسكين قال لك هنا عندنا كاين وتار وكاين دربوقه وكاين طر نعم الطر هي ديك الخرشاشه دربوقه نعم. هي الجلده الوتار هو الطران نعم. هادو كاملين جايين من الذبايح نعم. إذن كيفاش هاد الآلة كيفاش غتكون نعم عنده واحد طبع خاص عنده واحد الجلب في الليالي تقناوي كتحس بشي حاجة تحس بها في روحك روحانية المعلم كيكون خدام أي معلم نعم أي معلم كيكون خدام في الليلة لازم
كيخرج على الـ على الـ بعد اللحظات يخرج على الـ على على الصفات تاعو صافي تولي خارج التغطيه على حسب الغنى ديالها نعم. خارج بالحفاظه نعم. داك الشيء باش ما اتاك الله نعم. روحاني خارج من روحك اي شي كويستات مرحبا سيدي نسينا اي كمل اسمع لي قطعتك كتتكناويز كيف نقول لك انا تحس بها تكون جالس خدام في الليله تقدر تفقد الشعور ديالك نعم تقدر تبكي تقدر بزاف ديال الحوايج يطراو ليك وانت في وسط الليله ديال القناوه نعم وكاين بعد الليله اللي ما تحش حتى شي حاجه حتى شي حاجه اذا هنا كنسمي انا واحد الا كانت ليله بالقوام تاعها والناس كل شيء مسوكن انا كنخدم ليله كنصباح بحال اللي ما خدمتش بحال اللي راني عندي قوه اخرى لا اله الا الله ونكون الليله ما 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 كاينش ساكن يعني. راني نصبح قلت لك مدقدق مريض نقول واه بزاف عليا تنصبح وانا خدام هذه الليله وهادي نعم. كما دابا كونسير فيه ساعه ساعتين لما انا نعم. كتكون مرتاح ولكن ماشي بحال ديك الروح اللي كتكون جالس عندك في جنابك قراقبيه نتاوعك الناس كتجذب كتحس بواحد الاحساس غريب نعم. في, في 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 الحياه اللي انت كتماصر فيها نعم والتقناويت كنحسبها موسيقى بحال الموسيقى كامله حنا غنرجعوا على التقناويت لان كاين الناس عندهم التقناويت يقول لك التقناويت داخله فيها الشعوذه والسحر وداك الشيء غنرجعوا له من بعد المعلم حميد القصري باقي لنا 4 دقائق عن موجز اخباري ومن بعد السينما بلا المرميد هضرتي على القنبري باش مصوب القراقب باش مصوبين هذوك القراقب من القراقب على ما على ما سمعت نعم. على ما سمعت كان ديك العبيد اللي كانوا اللي كانوا جيوش فهمتيني ديك العبيد نعم. اللي كانوا جيوش نعم. كانوا في الاخر كانوا هذوك اللي كيكونوا كانوا مشدودين نعم. دايرين لهم الكبال في رجليهم داك الشيء نعم. كانوا كيغنيو والميزان غادي معاهم نعم. بديك بديك السناس اللي مربوطين نعم. بهم نعم. هم كيديروا الميزان بهم مع الاخر صنعوا ديك الحركه ديال الراقصين حتى هما تيديروا تقناويت فيها فيها رقص فيها بزاف هادشي هذا جام افريقيا لاباس فيه كل شيء فيه كل شيء اي حاجه حميد القصري حنا راجعين لك معنا مباشره نبغي نذكركم مستمعينا الكرام عنواننا عبر صفحه الفيسبوك هو موزايك طرحوا الاسئله ديالكم الالبوم ديالك يوبادي اللي غنتكلموا عليه من بعد غادي نقترحوا على المستمعين دقيقه و40 ثانيه ديال الموال علاش تهضر هذا الموال في هي الاغنيه هذا الموال هذا الموال درتو انا المورسو ديال مولاي احمد نعم حاولت كيفاش نبدع فيه ندير شي حاجه اللي ما كايناش في تقناوت على حسب نديروا شويه ديال الفيزيون لازم خص شي حاجات اللي كيفاش نقول لك مليحه وكويمان والى اخره هذا صنعت ليه موال من الديسك ديال مولاي احمد إذن موال مع المعلم حميد القصري وراجع لكم بقوا معنا على أمواج إذاعة المغرب العربية